أخبار الساحل من الساحل تي في، ونبدأ بالعناوين. الحملة الدعائية لرئاسية يونيو تطوي أسبوعها الأول وسط وعود وتعهدات من المرشحين بتحسين أوضاع المواطنين. وزارة الخارجية تدين استهداف مطار أبها وتعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وزارة التهذيب تحدد الجمعة موعدا لإجراء امتحانات مادة الرياضيات لشعبتي العلوم الطبيعية والآداب العصرية من دورة البكالوريا. أهلا بكم إلى أخبار الساحل، والبداية بتجديد الحملة الدعائية لرئاسيات 22 يونيو، حيث قال المترشح لرئاسيات محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني إنه سيعمل على حل مختلف التحديات التي يواجهها البلد، مشيرا إلى أن العمل على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفوارق وكل أشكال الغبن والتهميش تتصدر محاور برامجه الانتخابي. وأوضح للشيخ في مهرجان عقده مساء الأربعاء في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي أنه سيعمل على تحقيق تنمية اجتماعية شاملة يستفيد منها كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه. قال المرشح الرئاسي سيدي محمد أبو بكر إنه لا يستحي من توليه مسؤولية حكومية في عهد الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد الطايع، مؤكدا أنه لم يسير حكومة مطبعة مع نظام الاحتلال الصهيوني. وقال أبو بكر إن اختصاص الوزير الأول هو التسيير الاقتصادي والمالي وليس الملفات السياسية، مشيرا إلى أنه على استعداد للاستجواب بشأن الملفات التي تولاها في تلك الفترة. تصريحات أبو بكر جاءت في مؤتمر صحفي عقده أمس في نواكشوط قدم خلاله برامجه الانتخابي الذي أطلق عليه استعادة الأمل. إن الاستمرار في هذه الوضعية يوشك أن يعرض بلادنا إلى أخطار كبيرة إذا نحن لم نتدارك الوضع في الوقت المناسب. هذا البرنامج الذي سأقدم لكم يهدف إلى تغيير هذا الواقع، إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على بلادنا اليوم. ويتميز هذا البرنامج بسمتين أساسيتين. الأولى أنه برنامج طموح. دعا المرشح للانتخابات الرئاسية براما ولده والعبيد إلى تحرير موريتانيا ما أسماه الجبروت والفساد والقبلية والعنصرية وتحرير أطري وعمال الزويرات بشكل خاص. وفق تعبيره جاء ذلك في خطاب جماهيري في مدينة الزويرات شمالي موريتانيا، انتقد فيه السياسة المتبعة من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم. قال المترشح للاستحقاقات الرئاسية محمد والمولود إنه في حال فاز في الانتخابات القادمة سيحدث ما أسماه بالتغيير الحقيقي سعيا لضمان الرفاه والتقدم لهذا الشعب وأحداث قضيعة مع حكم الفرد والديكتاتوريات التي أهلكت الحرث والنسل حسب تعبيره. جاء حديث المولود في مهرجان انتخابي نظمه الليلة البارحة بمقاطعة تنبتغة بولاية الحوض الشرقي، أكد خلاله أنه على اطلاع كامل بكافة مشاكل المواطنين وخاصة المشاكل التي تعاني منها هذه المقاطعة، متعهدا حال فوزه بحلها وفي طليعة تلك المشاكل المتعلقة بالتعليم. عقد المترشح لرئاسيات 22 يونيو محمد لمين المرتجي الوفي عدة اجتماعات تحسيسية بمنسقي حملته في كلا والطنطان والعيون، حيث حث المترشح أعضاء حملته وأنصاره ومؤيديه على التبعية والتحسيس والمسؤولية والانضباط ونبذ الدعاية التي تعتمد التجريح الشخصي أو تلك التي تجمد الدعاية القبلية
أو تمجد عفوا الدعاية القبلية والجهوية. وأكد المترشح أن برنامجه الانتخابي كفيل بحل مشاكل البلد، موضحا أن الموارد الطبيعية التي يزحزح بها المواطن يزخر بها المواطن إذا تم تسييرها بشكل معقل فسينعم المواطنون برفاهية وبتنمية مع توفير الصحة والتعليم بشكل مجاني وإقامة البنية التحتية من طرف طرق ومدارس ومستشفيات. من جانبه أكد المترشح لرئاسيات 2019 كان حمد بابا أن برنامجه الانتخابي يولي عناية كبيرة لتنمية البلاد وخلق فرص العمل للشباب ودمج النساء في الحياة النشطة. ووعد المرشح خلال ترأسه لمهرجان انتخابي بمدينة كيفا وعد مناصريه في حال وصوله للسلطة بإقامة دولة العدل وتحقيق المساواة وحماية الحريات الفردية والجماعية. وقال كان حمدو إن اقتراع 22 يونيو الجاري محوري في تحديد مستقبل البلاد، داعيا في هذا المنحة مناصريه للصمود والتصدي لمحاولات ما أسماه التزوير التي قد يحاول البعض القيام بها. هذا وحمل الأسبوع الأول من الحملة الدعائية وعودا وتعهدات من المترشحين الستة بتحسين الوضعية المعيشية للمواطن وحضرة الصحة والتعليم وتشغيل الشباب كمحاور رئيسية في خطابات المترشحين خلال المهرجانات التي ترأسها في مختلف مناطق الوطن. من جهة أخرى يتساءل متابعون المشهد السياسي عن جدية هذه الوعود والتعهدات وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ صالح والدهماش الناشط السياسي ومستشار المرشح غزواني مكلف بالاتصال. أهلا بكم. أهلا وسهلا. بداية، وعود كثيرة وتعهدات عدة حملتها برامج المرشحين، ويرى البعض أنها لا تتعدى كونها كلام حملات لا مجال لتطبيقها في أرض الواقع، كيف تجيبون؟ أعتقد أن هذا التكييف قد يصح على المترشحين المنافسين لنا، إلا أن مرشحنا يخالفهم جملة وتفصيلا في هذا المسار، حيث أنا كنت شاهدا على حرصه على أن يكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق والتزاما بالنسبة له، ولا يريد أبدا في مرحلة تحضير البرنامج الانتخابي كان يصدر توجيهاته للذين يشرفون عليه يقول بصراحة: لا أريد الإسراف في الالتزامات على حساب قابليتها للتطبيق. وأعتقد أنه من باب المسؤولية ومن باب إحساسه بالواجب وشعوره الوطني الطافح، أعتقد أنه آلى أن تكون التعهدات محدودة لكنها يرى البعض واقعية وقابلة للتطبيق. يرى البعض أن الناخب الموريتاني لا يهتم مثلا لا يهتم كثيرا بالبرامج الانتخابية وأن يصوت بناء على عوامل أخرى. إلى أي مدى يمكن القول بأن هذا الأمر صحيح؟ أعتقد أن هذا الأمر قد يكون صحيحا إلى حد ما بدرجة معينة، لكن أنا كمتابع لهذه الحملات وكمعني بحملة مرشحنا محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني كنت شاهدا على تأثير خطابات مرشحنا على هذه القاعدة وكسره للمألوف منها، بحيث رأيناه مباشرة. نحن لا نريد أن نركز على مرشح معين، نحن بسرعة عامة نتحدث عن المرشحين. أنا هنا مستشار بالاتصال لأحد المرشحين، لكن اسمح لي أن نتحدث بصورة عامة بدون أن نركز على شخصية واحدة. لا، أنا سأعطيك مثالا، أعتبره مثالا. أنت، أنا رأيت العديد من المواطنين يؤثر على قناعاتهم مثل هذا النوع من الخطابات الذي يشعرون مباشرة أنه يلامسهم مشاغلهم وهمومهم ويعي تمام الوعي المشاكل الحقيقية التي يعانون منها، ويلمسون أيضا في خطابه الصدق والجدية والعزم على حلحلة مشاكلهم. أنا أعتقد كمتابع للشأن أن هذا المرشح بالذات استطاع أن ينجح في هذا. كسؤال أخير، يقول متابعنا إنه بعد أسبوع من التنافس لم يتغير الكثير حتى الآن، وإنما نفس الوعود والتعهدات. لا، ليست نفس الوعود. أنا أعتقد أن الوعود التي قدمها هذا المترشح الذي يتحدث باسمه كانت واقعية،
كانت لها سقوف زمنية وآجال محددة، كانت مراقمنة لها مبالغ مالية بمبالغ مالية معروفة، وكانت بآجال محددة وبطرق وبآليات مدروسة غاية الدراسة، ويظهر أنها رتبت وتم تصورها بعناية فائقة، وهي قابلة للتحقيق إن شاء الله وستتحقق لا محالة. إذن شكراً صالح والدهماش، ناشط سياسي ومستشار المرشح غزوان المكلف بالاتصال، كنت معنا، شكراً جزيلاً لكم. هذا وكانت انتخابات التاسع وانتخابات الثاني والعشرين يونيو قد أخذ مآلات كثيرة ووعود عند بعض المواطنين، حيث يرى البعض بأن لم يبقى إلا وعود كثيرة وأن هذه الوعود حتى الآن لم تتغير شيئا. نتابع هذا التقرير مع محمد أعمر بلون. أسبوع مر من عمر الحملة الانتخابية الممهدة لرئاسيات 2019، تتواصل جولات المترشحين الستة في ولاية موريتانيا، يلقون خطاباتهم ويوزعون التعهدات، تعهدات متشابهة وأخرى غير متشابهة. ظل التعليم وإصلاحه القاسم المشترك بين تلك التعهدات، فكل مترشح على حدة يريد أن ينال بها ثقة المواطن يوم الاقتراع. وهما كلامهم الله يقولوا لا حجدك حد واحد وتو واحد في الطين، ولا يتنباسي أنت توخر ولا يطنصرين لا تدخل. كله يقول شنو يرجع على البلاصة، يوصل البلاصة ما يشد أخبار، كان يقول يقلع بالماء ويرجع، كان يقول باطية ما يخرى ما يصير. علمت التجارب السابقة المواطنين أن تظل مساحة الثقة بينهم والمترشحين ضيقة، فلم تعد التعهدات تشغلهم، بل هي بحسبهم جعجعة حملات، نظرة على استحياء للتعهدات يقابلها البعض بفسحة أمل تضيء المستقبل. نعتبر أن جميع المرشحين كاملين الموريتانيين كاملين كلهم عندهم كفاءة، كلهم يقدي عدل اللي به للتعليم، يقدي عدل ويقدي عدل الصحة، وعنده الإمكانيات وفهم إرادة. يا الله أي إنسان مواطن يعود يتمنى الله الخير. احنا يقعد عود اثنين اخوت في بلدي قال عود ما هم واحد، يا الله حد يفهم ولا يتم يقفل الامال على المواطنين. حملت خطابات المترشحين امالا بمعالجه الام موريتانيا التعليميه والصحيه والوظيفيه، والقائمه تترى، ففي شعبه البلاد يتحول الى فعل مضارع يحدث قطيعه مع افعال الماضي. محمد عمر بدول، الساهل تي في نواكشوط. نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع مشروع دعم الثقافة الديمقراطية والمواطنة التشاركية تكوينا لصالح عدد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني حول ترقية المواطنة والثقافة الديمقراطية، ويشمل التكوين عروضا حول التغطية الإعلامية وترقية الثقافة الديمقراطية ودور منظمات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية، إضافة لدور الشباب والنساء في العملية الانتخابية. هذه الورشة اليوم تستهدف لليوم الأول الصحفيين، والأساسي فيها هو تحديد دور الصحفيين في التغطية الإعلامية في العملية الانتخابية، خاصة ما يخص منها تفقيههم فيما يخص مهمة اللجنة في عملية الانتخابات. ثم سوف تتواصل إن شاء الله وغدا لصالح منظمات المجتمع المدني التي هي الأخرى سيكون لها دور مهم في تأطير وتحسيس المواطنين حول حقهم في 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 تأدية هذا الواجب الانتخابي. بالتالي المنظمات سوف تنزل الى الميدان لتحسيس المواطنين ومساعدتهم في الحصول على بطاقاتهم للتصويت وحقوقهم كلها إن شاء الله تعالى. هذا وضمن تقاريرنا اليومية المتعلقة بالحملة الدعائية للانتخابات يونيو. تشهد مقرات الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسيات بالعاصمة نواكشوط تنافسا محموما على أصوات الناخبين وتعدد الأساليب والطرق المتبعة لكسب ود الناخبين، والتي تتعدى عرض البرامج إلى الاعتماد على الموسيقى والفن كوسيلة لاستقطاب الناخبين. بعد قرابة أسبوع من انطلاق الحملات الانتخابية لرئاسيات 2019،
تشهد الحملة على مستوى العاصمة السياسية نواكشوط وتيرة تصاعدية متباينة. حملة زينة عندنا بلا بعد قاع حملة فيها 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 تنافس فيها تنافس السلمي على على الرئاسيات. الفن والموسيقى لا غنى عنهما لإنعاش السهرات واستقطاب الجمهور. الحاضرون للسمر الحملاتي جاءوا من كل حدب وصوب بحثا عن الترفيه والمتعة. طيب هون في ان شاء الله دي كونسير في دي ان شاء الله ياسر من البرامج هون الزينة، ونختاروا بعد تعود لها حملة هانية والمواطنين كاملين مولي يقبلوا على الزرق وكل يصوت المرشح واللي يبقى يصوت له. سهرات ما شاء الله يتم متواصلين الى ديزير تروازير ما شاء الله صار زينين. بعض من التقينا بهم ابدوا رضاهم عن الاجواء المفعمه بالموسيقى الهادئه احيانا. والصاخبه احيانا اخرى. بالاسباب الاذان يجي بل الحفلات الفنيه يعني اختار بمعنى الكلمه وزيان عندي هذا الطرب اجواء الحمله على العموم زينه كامله. يعني انا اخترت المبادره لانها فيها الاهول وفيها الثقافه وفيها الفن مشابره فيها الناس وما شاء الله، وهي زينه على العموم الحمله كامله ما شاء الله. تبقى الموسيقى بمختلف أنماطها العنصر الأهم لإحياء الأسمار الحملاتية لاستحقاقات 2019. محمد الحافظ، الساحل تي في، نواكشوط. أعلنت وزارة الخارجية بموريتانيا تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها في كل ما من شأنه حفظ أمنها وسلامة حوزتها الترابية ودورها في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعليقا على الهجوم الذي استهدف مطار أبها السعودي وخلف إصابة بعض المدنيين بينهم نساء وأطفال من جنسيات مختلفة. وقال البيان إن موريتانيا تندد بشدة وتستنكر بأقوى العبارات ذلك الهجوم، مضيفا أن استهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية وترويع الأبرياء الآمنين لعمل في غاية الاستهتار بكل الأعراف والقيم والمواثيق والقوانين ذات الصلة وفق نص البيان. حددت وزارة التهذيب يوم غد الجمعة موعدا لإجراء امتحانات مادة الرياضيات بالنسبة لشعبتي العلوم الطبيعية والأداب العصرية ضمن الدورة العادية للبكالوريا 2018-2019. وكانت وزارة التهذيب قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء مادة الرياضيات لشعبتي العلوم والآداب العصرية بعد حصول خطأ أثناء سحبهما. وأكدت الوزارة في بيان لها بقاء بقية المواد في مواعيدها المحددة في الاستدعاءات الموزعة على التلاميذ المشاركين في المسابقة. نتابع فيما يلي فقرتنا اليومية الجديدة الخاصة بأسعار العملات والمواد الاستهلاكية.
نشرتنا متواصلة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد يحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتهم فيها رجال الأعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وشغل أحمد يحيى منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ 1996 بين 3 مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم. قالت الحكومة المالية إن عدد ضحايا الهجوم استهدف نهاية الأسبوع المنصرم قرية تقطنها عرقية الدوغون وسط البلاد بلغ 35 قتيلا، بعدما أشارت تقديرات أولية إلى مقتل 95 شخصا على الأقل. وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الحصيلة الأولية لعدد قتل الهجوم التي سبق إعلانها تضم في الواقع أعداد القتلى والمفقودين معا. نهاية أخبار الساحل، تذكير بالعناوين. الحملة الدعائية لرئاسيات يونيو تطوي أسبوعها الأول وسط وعود وتعهدات من المرشحين بتحسين أوضاع المواطنين. وزارة الخارجية الموريتانية تدين استهداف مطار أبها وتعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وزارة التهذيب تحدد الجمعة موعدا لإجراء امتحانات مادة الرياضيات لشعبتي العلوم الطبيعية والأداب العصرية من دورة البكالوريا. إلى اللقاء.